يعني ضمن الشعراء اللي يحضرون الاتحاد لو بعيد؟ والله بصراحة صار لي تقريب 4 سنوات ما حاضر. 4 سنوات أو 3 سنوات. ليش؟ ما أعرف أستاذ، يمكن المنتديات وكثرتها أخذت. إي بس هذا اتحاد يعني المفروض أنه يندعم. المفروض هو يدعم الشعراء، يعني أنا أدعم الاتحاد فالاتحاد يدعم. إيه طيب شلون يدعمك إذا أنت ما تحضر له؟ هسه إحنا بينا خلل، يعني جوز أنا واحد من الناس هم يمكن مقصر بحق الاتحاد. قلت لك قبل منتديات ما كانت تكون. نعم. الشاعر ملجأ الأول والأخير الاتحاد، صح؟ طيب يعني من جت منتديات ترهينا ها؟ لا. قمنا نروح للمنتدى ونترك الاتحاد. لا ما نروح، لكن هي انشغالات وغيرها، والاتحاد مقصر. بشنو؟ بهواي. مثل ايش؟ مو اتحاد كربلاء للامانه. الاتحاد العام. الاتحاد العام. اي. الى كل المحافظات. شنو يا ريت انه زيد، انا اتمنى انه شاعر من يجي ينطيني هذه التفاصيل حتى نقدر انه نوصل رسالتنا للاستاذ جبار فرحان، تحياتنا له. طبعا هي محبه للاستاذ جبار ولكل رئيس اتحاد العراق، احنا كلهم اصدقائنا واساتذتنا هم. نعم. احنا من باب عتب عليهم، الاتحاد ما جاي يقدم شعر، قبل الجمعيات او الاتحاد. نعم. عشان حتى يقدم نجوم للساحه الشعريه. الان ما جاي يقدم كل شيء، لا حقوق، لا حقوق ماك، لا امتيازات، يعني مجرد الشاعر شاب من يجي انا اروح المنتدى اقرا ممكن يفيدني اكثر من الاتحاد. الاتحاد اغلب الناس الموجوده به يعني ابائنا واساتذتنا الناس اللي سابقيننا بالتجربه، يعني اللي نوعا ما هم بعيدين عن الفورمه مال الوسط، تفهمني؟ فقام الشاعر شاب يلتجئ للمنتدى كزيد، ليش ما احضر؟ المفروض انا احضر للامانه. لكن الاتحاد ما جاي يقدم، والمفروض يقدم اكثر واكثر. طيب شنو الطالب الاتحاد وشنو؟ اتحاد العام بسرعة. اتحاد العام؟ أيه. يعني المفروض ابسط شيء الاعلاميين يستلموا زملائنا يستاهلون طبعا. نعم. يستلموا قطع اراضي. يمكن الفنانين الصحفيين بعدهم. نعم. هم الاعلاميين الصحفيين. نعم. يعني على الاقل تقدير قطعة ارض الشعر، هذا الرجل اللي خلاص عمره يدافع عن البلد وعن مشاكل الناس. هو راتب مع الشعر. راتب. يعطونه قطعة ارض. انت قلت لي شنو المطلوب؟ أي أي. يعني المفروض رئيس اي المفروض انه تكون مطالبه، تكون مطالبه من الاتحاد للجهات المعنيه بهذا الموضوع. الشاعر يستحق راتب ويستحق قطعه ارض، ومسؤوليه اتحاد كربلاء او المحافظات يقيمون مهرجانات كبيره ويساعدون الشباب.